احتجت جلابيه. احتجتها في ايه؟ كنا بنعمل ايتمز، كنت بقلد احمد الحداد وخواجه فاكر انت ساعه لقلبك، واقعد اقول وفتحت شنطه الكتب لقيت شنطه الايد، فتحت شنطه كنا ايه عارف عفويه. وكان في غنوه اسمها ظلموه طلعه جديده مكسره مصر، عبد الحليم. عبد الحليم. فتخيلت ان واحد صعيدي مطرب صعيدي بيغني ظلموه، فعايز جلابيه وطاقيه. نعمل ايه؟ الايجار لما بنأجر بتبقى الجلابيه بقى كمها هنا فضيحه يعني، وبعدين ناس كتير في النادي، فسرقت لي الجلابيه والطاقيه. قالت لي بس تعالى بدري، تعالى بدري يا ضناي. قلت لها انا بتوع الوالد، اه بتوع ابويا، اه تعالى بدري. قلت له ما اعرفش يا ام انا اخلص امتى. قالت لي طيب خلص وانا هستناك مش هنام، ربنا يخليك. وخرجت مثلت، ابويا اكتشف ان انا خدت الجلابيه من اخويا عبد العال، كنا مسمينه بس. يعمل ايه يا ابويا؟ قعد جايب الكنبه ورا الباب وراح نايم. احنا كنا في طوبه، انا دخلت بالليل فتحت بالراحه زقيت الباب، عارف ان امي مستنياني يعني. معاك الجلابيه طبعا، ومعايا الجلابيه ومعايا الطاقيه وشنبي سلفه من واحد مكيير حطه مع الطاقيه شنب. المهم انا لقيت حد متغطي ومعايا الحاجات الهدوم دي، فبالراحه اما 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 كلت اول علقه في حياتي واذكرها الى الان، لانها كانت بعصايه جريد، وكنت سامع امي مع كل خبطه يا ضنايا يا ابني يا ضنا امك يا اخويا يا حبيبي يا صوتها في ودني، بس ما تقدرش تعمل حاجه. الست دي امي.